بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. الصقيع، إيه هو الصقيع وإزاي أخلي النبات اللي عندي أكثر مقاومة لظروف الصقيع، وإزاي أعدي المشكلة دي لو حصل عندي صقيع؟ في البداية يا جماعة عايز أقول لحضراتكم معلومة وأقولها لكم في أول الفيديو ونركز فيها كويس جدا. الصقيع يا جماعة ده مش مرض فطري، يعني محدش يضحك عليك ويقول لك تعالى خد المبيض الفطري الفلاني ورشه ده هيعالج الصقيع، او خد المركب الفلاني ده هيعالج الصقيع. ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه، والكلام ده كلام خاطئ والناس بتضحك عليكم للاسف. يبقى انت ما فيش حاجه اسمها تروح تجيب لي مركب فطري عشان يعالج الصقيع. الصقيع ده يا جماعه ظاهره من الظواهر الجويه او الظواهر المناخيه اللي بتيجي من عند ربنا. يبقى ندعي ربنا ونحاول بقدر الامكان ان احنا نحاول نقلل من الضرر اللي بيحصل نتيجه الصقيع ده. نقلل منه ازاي؟ طب نعالجه ازاي؟ او نعدي المشكله ازاي؟ ده يا باشمهندس سلام، انت بتقول لي بقى ان فلان ده بيقول لي فطري والفطر ده ما طلعش بيعالج الصقيع ولا الكلام ده. هقول لحضرتك دلوقتي على عده مراحل هتتبعها هتفرق معاك كتير جدا لو حصل عندك صقيع، وهتطلع باقل خسائر ان شاء الله للمحصول اللي موجود عندك. نعمل ايه؟ في البدايه يا جماعه عشان تقاوم الصقيع او تقاوم المشكله دي عندك ثلاث مراحل مهمه جدا لازم تحطها في الاعتبار، اللي هي ايه؟ مرحله ما قبل نزول الصقيع بفترة، والمرحلة بتاعت او يوم نزول الصقيع، ومرحلة ما بعد الصقيع. الثلاث فترات دول يا جماعة تركز فيهم كويس جدا، في عدة عوامل في كل مرحلة انت هتعملها. المرحلة الاولى يا جماعة اللي قبل سقوط الصقيع بفترة، انك انت تعمل ايه؟ تبني نبات قوي، يبقى عنده مناعة قوية، يبقى عنده قدرة قوية ان هو يقاوم ظروف الاجهاد اللي بتحصل من نقص درجة الحرارة بشكل كبير جدا، او انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير جدا. صقيع لو نزل، اي عامل من العوامل القاسية اللي بتحصل على النباتات. طب تعمل الكلام ده ازاي؟ انك انت تغذي النبات بتاعك كويس، انك انت تدي للنبات بعض المركمات اللي بترفع من المناعة بتاعته، زي مثلا سيليكات البوتاسيوم، زي حامض السلسلك، زي عنصر البوتاسيوم نفسه يا جماعة، زي الكالسيوم. تهتم قوي بالعناصر دي، وانك تبني نبات قوي عشان يبقى عنده مناعة قوية. يعني اقول لك المركبات تاني، ممكن الكالسيوم من المركبات الهامة جدا عشان النبات بتاعك يبقى قوي، سيليكات البوتاسيوم من المركبات الهامة جدا جدا يا جماعة اللي بترفع من مقاومة النبات لظروف الاجهاد، واللي برضه لها دور كبير جدا في الجدر الخلوية. عندك برضه يا جماعة السلسلك اسيد، او دي من المركبات الهامه جدا في مقاومه ظروف الاجهاد اللي بتخلي النبات اكثر مقاومه لظروف الاجهاد اللي بتحصل. يبقى تهتم قوي يا جماعه بالمركبات دي والتغذيه، انك تبني نبات قوي عشان لو حصل عنده اي ستريس او حصل عنده اي ظروف خارجه عن ارادتنا يا جماعه يقدر النبات يقاوم الظروف دي. ده بالنسبه لرقم واحد. رقم اتنين بقى في الليله اللي هو هينزل فيها الصقيع، طبعا حضرتك هتكون متابع الارصاد بشكل كويس جدا وعارف ان النهارده مثلا ممكن ينزل صقيع، هتعمل ايه؟ في الليلة دي يا جماعة أهم حاجة إنك أنت تروي النبات. طب نفرض مثلا ان ميعاد الري بتاعك لسه بعد يومين او ثلاثة، تروي الري يا جماعة على الحامي على السريع. يبقى اهم حاجة انك انت تخلي التربة رطبة. وطبعا يا جماعة الناس اللي بتروي بالتنقيط او الناس اللي بتروي رشات، الموضوع ده يبقى سهل جدا بالنسبة لهم. هيروي ري يا جماعة، يروها امتى؟ يرويها مثلا قبل المغرب مثلا بساعة ولا حاجة، يبدأ يروي النبات اللي موجودة ويروي التربة اللي موجودة عنده. يبقى مهم قوي في الليلة بتاعت حدوث الصقيع انك انت تروي النبات قبل ما ينزل الصقيع على النبات اللي موجود عندك. طيب نقطة برضو مهمة جدا ممكن تتفادى بيها حدوث الصقيع، انك انت تدخن حوالين الارض. يعني ايه تدخن حوالين الارض؟ يعني هتروح حوالين الارض اللي موجودة عندك وتبدأ تجيب بعض جذوع الاشجار الناشفة وتولع فيها على الاربع تركان وتعمل طبقة من الدخان حوالين الارض في الليلة دي، يعني تفضل مولع طول الليل. دي نقطة. كمان يا جماعة نقطة من النقط المهمة او المرحلة بعد كده بقى، اللي مرحلة نزل فيها الصقيع خلاص كون طبقة تلج على الورقة وخلاص وقفت العصارة النباتية خلاص وقفت. اللي بيحصل هنا يا جماعه انك انت النبات هنا دلوقتي ده مش مرض ولا حاجه، بمجرد ما الشمس بتطلع وبتبدا تسيح طبقه التلج دي خلاص هي الورقه اللي عندك دي بتتسلق خالص. طب الحل ايه؟ الحل انك انت ترش ميه على النبات وقبل طلوع الشمس. الشمس طلعت عندك يا جماعه مالوش اي قيمه اللي انت هتعمله، يعني ما حدش يجي يقول لي مثلا ده انا هروح الصبح الساعه 9 ارش ميه على النبات، لا خلاص. يبقى انت كده يا جماعه اللي بيعمل عندك المشكله ايه؟ فين هي؟ درجة أو ظهور الشمس لما بتظهر
او بتطلع الشمس، تبدا تدوب طبقه الجليد او طبقه التلج اللي موجوده على ورقه. بعد كده بتحس ان الورقه عندك يا جماعه ورقه بقت زي المسلوقه كده. ده يا جماعه العامل او المرحله الثالثه اللي هتطبق فيها ايه، انك انت هترش ميه على النبات في الوقت ده. طيب خلصت انت بقى ايه المراحل اللي اتكلمنا عليها دي، يبقى انت اول حاجه انك انت هتدخن حوالين ارض، اول حاجة تاني حاجه انك انت هتروي في الليله اللي هينزل فيها الصقيع، تالت حاجه انك انت هترش ميه على النبات اللي موجود عندك او على الشجره اللي موجوده عندك. طيب نيجي بقى بعد كده يا جماعه، بعد ما خلصت الليله دي تعمل ايه؟ مهم قوي يا جماعه بعد الموضوع ده كله انك انت مفيش حاجه اسمها فطر بقى دلوقتي، انت هترش الاول مغذي، يبقى هترش الاول بعد الليله دي كلها ترش رشه مغذي. هترش رشه مغذي ايه بقى يا جماعه؟ تهتم قوي باي مركبات تحتوي على الاكسجين والسيتوكاينين والجبرلين، تهتم قوي بمركب يكون فيه نسبه الازوت عاليه، تهتم قوي بمركب يكون او بالاحماض الامينيه اللي تشتغل على المجموع الخضري شويه، انت عايز تعوض المشاكل اللي حصلت في خلال اليوم ده او اليومين اللي حصل فيهم اللي نزل فيهم الصقيع على النبات اللي موجود عندك، تهتم قوي بعنصر الفسفور. يبقى انت اهم حاجه عندك يا جماعه في الفتره دي وبعد نزول الصقيع خلاص تبدا تهتم بيه، تغذي النبات، هتغذي النبات تهتم بعنصر الكالسيوم، تهتم بالاوكسينات والسيتوكينات والجبرينات، دول ثلاث هرمونات المنشطه للنمو مهمين جدا يا جماعه. تهتم برضه بالاحماض الامينيه وتهتم بالفوسفور عالي والازوت العالي. مهم جدا يا جماعه الرشه دي بعد نزول الصقيع، يعني الصقيع نزل النهارده، تاني يوم يا جماعه على طول لو ما فيش نزول صقيع تاني تبدا ترش الرشه دي على النبات. طيب بعد 3 ايام او 4 ايام تبدا هنا بقى ترش لي رشه فطري على النبات اللي موجود عندك. يبقى الاساس ورقم واحد انك انت تغذي النبات عشان تطلع نموات جديده بدل الورق اللي تم فقده. لو حصل عندك اي مشاكل يا جماعه، لو حصل عندك اي ستريس نتيجه الصقيع اللي موجود عندك ده، فانت لازم تعوض النبات عن الاستريس اللي حصل له في فتره نزول الصقيع. وبعد كده يا جماعه بعدها بثلاث ايام هترش رشه فطري، وبعدها بثلاث ايام ترش رشه كالسيوم على النبات عموما، ومهم جدا يا جماعه عنصر الكالسيوم. يبقى زي ما اتكلمنا يا جماعه في البدايه قلنا ان الصقيع ده مش مرض فطري، هناك بعض العوامل اللي هتساعدك انك انت تعدي المرحله دي وما يحصلش عندك خسائر ان شاء الله. كمان انك انت تهتم بفتره قبل نزول الصقيع بفتره كبيره، يعني من بكره يا جماعه تبدا تشوف النبات اللي عندك، النبات اللي عندي ضعيف ابدا اقوي النبات اللي موجود عندي، النبات اللي عندي مناعته قليله ابدا ارفع من مناعه النبات ببعض المركبات اللي ذكرناها اللي هترفع لك من مناعه النبات واللي هيقاوم بيها النبات الظروف الجويه القاسيه. كمان يا جماعه في الليله بتاع الصقيع زي ما قلت لك هتعامل مع النبات ازاي، هتروي الارض بتاعتك، اهم حاجه ان الارض تكون طريه يا جماعه، اوعى الصقيع ينزل عندك والارض عندك ناشفه هيعمل لك مشاكل كبيره. الناس اللي بتزرع قمح يا جماعه، القمح يعني اقل ضررا او اقل تاثيرا بالنسبه للصقيع، الناس اللي بتزرع بطاطس يا جماعه خطر جدا 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 يا جماعه، موضوع الصقيع ده بياثر عليهم بشكل كبير جدا. برضو الاشجار يا جماعه، الصقيع بياثر على الاشجار بشكل كبير جدا. التقليم يا جماعه، الناس اللي هتقلم ما حدش يقلم دلوقتي، ما حدش يستعجل في التقليم، اخر نفسك شويه عشان تاخد شجره كويسه والنبات يطلع من طور السكون بتاعه في تجانس في تفتيح العيون بشكل كبير جدا، فانت تحاول انك انت ما تقلمش بدري عشان ما يحصلش عندك مشاكل. ده كان موضوعنا النهارده يا جماعه عن الصقيع وتاثيره على النبات وازاي انك انت تعالجه بسهوله. وزي ما ذكرتك يا جماعه ما تخليش حد يضحك عليك يقول لك خد المبيد الفطر ده بيعالج الصقيع، الكلام ده كلام خاطئ يا جماعه. بكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اتمنى ان انتم تشاركوا حلقاتنا على قد ما تقدروا، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.